انا احمد حمدي. اعتصام ولا الحادث الساعه 6 ولا لا؟ لا انا من المعتصمين هنا من يوم الثلاث اللي فات. اعتصام كامل من يوم الثلاث اللي فات من بعد المشكله اللي حصلت لاهالي الشهداء في مسرح البلوغ. ايه ده حضرتك؟ تمام؟ شبكه يقين الاخباريه. هجي لك انا. طب عايز تقول حاجه ثانيه؟ احنا قاعدين ومش ماشيين، كلنا هنا كده قاعدين، مفيش حد ماشي خالص لحد ما الثوره تحقق اي حاجه، لان كلنا زعلانين وكلنا عندنا احباط. الثوره ما عملتش اي حاجه، وبقت الناس تشتمنا دلوقتي ويشتموا الثوار ويقولوا الثوره دي جابت الخراب للبلد، مع ان احنا كلنا قاعدين علشان خاطر البلد وعايزين نغير حال البلد كله. محافظه ايه حضرتك؟ انا القاهره. القاهره. هجي لك بالليل ان شاء الله. ثانك يو. اتفضل يا بيه. بقول لحضرتك شبكه يقين الاخباريه على الفيس وعلى اليوتيوب. شبكه يقين، لو معاك موبايل دلوقتي تخش على الفيس هتلاقيها. مفيش مشكله. مع حضرتك احمد زيد من اهالي دار السلام بالقاهره. ومعتصم هنا من امبارح بالليل ومستمر الاعتصام لحين تحقيق المطالب. والمطالب بتتلخص في ثلاث حاجات بسيطه جدا، عشان ضمان عداله وجديه ونزاهه المحاكمات. فبنطالب رقم واحد باقاله النائب العام ووزير العدل وتعيين بدلا منهما المستشار الخضري والمستشار زكريا عبد العزيز. تاني مطلب اقاله وزير الداخليه وتعيين شخص مدني بدلا منه. وان كانت الحاله الحاليه للدوله لا تستوعب وان كانت الحاله الحاليه لا تستوعب شخص مدني لقياده وزاره الداخليه، فنطالب في الحاله الطارئه الحاليه بشخص من ضباط القوات المسلحه الشرفاء لاستطاعته ضبط وزاره الداخليه، لئلا يكون له اي ولاءات داخل وزاره الداخليه ولا انتماءات. المطلب الثالث وقف تصدير الغاز بشكل دائم لاسرائيل لحين استفتاء الشعب المصري وموافقته بنسبه لا تقل عن 70% على التصدير. وقتها نبدا نتفاوض على الاسعار ولا لا، ثم حظر العمل السياسي على اعضاء الحزب المنحل لمده لا تقل عن 20 سنه. اربع مطالب لو تنفذت نحل اعتصامنا ونتكل على الله، لان احنا هنضمن بعدها جديه المحاكمات والتحقيقات. وشكرا جزيلا. السلام عليكم. حبيت الكلمة ده؟ مفيش مشكلة. في إيجاز. أخوك وائل عبد المنعم. أيوة. أبو باسل المحلاوي. أهلا. طبعا اعتصام تام بإذن الله. وده لحين يعني إن يبدأ المجلس العسكري فعلا يهتم بالمطالب بتاع الشعب السائر اللي إحنا بنسميه دايما سائر، وإن ثورتنا بحب أبلغ إنها ثورة دائمة وستظل قائمة لحين حدوث فعلا يعني تحقيق كل المتطلبات اللي إحنا عايزينها. واخويا يعني اوفت فيها كتير وبإذن الله وشكرا.